ويا انا مرت قبل الجوت، انا اقعد في الليل قدام في نور شوي على الخط اوضح النقطة معين. طبعا صار مركب فقط الحبل على الرشمة زي ما شرحنا عادة في البدوك. لاحظ المكان مفتوح قدامه كيف، وهنا كيف. الان لاحظ خفة توجيهها باصبعي فقط بالاصبع، هذه واحدة 200 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. لو ابغى الحصانه يوخر عني، يوخر قبته عني باصبعي فقط، ابغى يجي باصبعي فقط، ابغى يرجع ورا باصبعي فقط، ابغى يجيني باصبعي فقط. لو في احد يزودنا بتوضح اكثر، بس قصدي الفكره ان نفس نتيجتك اللي تجيها بدوك بالرشمه فقط تجيبها في مكان مفتوح والسيارات شاطفته، مع انه ما يعرف المكان حتى ما بقعدوا حول المنطقه هذه. ف هذه الخفه اللي المفروض توصلها لدرجه انك ها حتى لو امسك معينه باصبعي فقط، هذه واحده 2 3 حتى لو حط يدي فوق خشمه بالشكل هذا، هذه واحده 2 3